يعني من بانت من زوجها يعني بينونة صغرى أو طلاق رجعي، طلقها ولم يردها في فترة العدة وأرادها مرة أخرى، يعني هو لو كانت في فترة العدة يردها بلا إذن وبلا ولي وبلا مأذون، بعد انقضاء فترة العدة هل يعني إذا أرادها يريدها من جديد يعني ولابد من رأيها أم رأيها لا يعتبر؟ شيخي كريم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطلاق الرجعي إذا كانت المرأة ما زالت في عدتها اللي هي الطلقة الأولى والثانية، إن كانت المرأة ما زالت في عدتها بالنسبة للمرأة التي تحيض ثلاث حيضات فللرجل أن يراجعها دون موافقة منها ودون ولي ودون يراجع مجرد أن قال لها راجعتك على ما كان بيننا أو على العقد القديم، والإشهاد على الرجعة مستحب يعني عند أكثر أهل العلم. أما إن بانت منه يعني خرجت من عدتها انتهت العدة فصار خطيبا من الخطة، يبقى إذا أراد أن يراجعها لابد من شروط الزواج بكامل، لابد من موافقتها ومن الولي ومن الشهود ومن الإعلان كأنه يتزوج من جديد مرة ثانية مع اعتبار الطلقة الأولى أو الثانية. طبعا يا محتسب يعني يتزوجها على ما بقي من طلقة. ما بقي من طلقة. بارك الله فيكم شيخي كريم دكتور.